حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي انتوا بتحبوه دايما دايما، فيديو المشتريات واسعار الخضار والفاكهة والخزين بتاع البيت. دي بقى مشتريات بتشمل مشتريات الشهر كله، بس طبعا الخضار لا، بس في خزين طبعا. هنعرف الاسعار وهنعرف جبت ايه وهيلزمني في ايه اليومين اللي جايين، هنشوف كل حاجة. اتمنى تحطوا لايك للفيديو لو الفيديوهات دي بتعجبكم، حطوا لي كمان كومنت كده وقولوا لي رأيكم فيه، ويلا كده نبتدي مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهم صلي وسلم على سيدنا محمد. يلا بينا حبايب قلبي جيجي. بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت بتنجان اهو، بصوا على كده اهو، بصوا البتنجان الابيض الجميل ده، شايفين طري ازاي؟ تنقيها البتنجانه طريه كده ويكون العود بتاعها اخضر كده، تمام؟ دي بتبقى مسكره وبتبقى طعمها حلو قوي، وكلها لحمه وما بتجلدش معاكي، وبتتقور كمان بكل سهوله. طيب انا جبت 2 كيلو، الكيلو بكام؟ الكيلو ب 5 جنيه، تمام؟ دول كده 2 كيلو ب 10 جنيه. 2 كيلو بتنجان ابيض، بصوا صوابع صوابع، وبصوا بيتكلم على نفسه، بصوا تحفه، طري قوي وجميل. ان شاء الله اعمل لكم كده فيديو محترم لمحشي حلو قوي للبنات المبتدئه، وكمان كده اسرار المحشي البتنجان يطلع معاكي كده ليه كده طعم كده زي الزبده كده، تمام؟ جبت كمان كيلو فلفل رومي اهو بالشكل ده، اهو كيلو فلفل من الرومي ده. انا بصراحه بحب احشي ده، يعني انا مش هحشي طبعا الكيلو كله، انا دول هخليهم كده في الثلاجه للسلطه، المعوجين دول هسيبهم في الثلاجه للسلطه، انما انا بحب احشي البلدي دي، بيبقى طعمها فلفل، انما الكبيره قوي قوي دي ما بتبقاش حلوه، بتاخد رز على الفاضي ما فيهاش فايده، دي بتبقى حلوه. انا جبت الكيلو ب 5 جنيه، تمام؟ في كبير الكيلو ب 8 جنيه، بس انا جبت ابو 5 ده، تمام؟ قلت هنقي منه اللي هو البلدي الرفيع ده، انا بحشي الاحمر ده بيبقى تحفه على فكره، انقي منه الصغير ده، نقي شويه احطهم على البتنجان، والباقي هحطه في درج التلاجه للسلطه، لو عامله كبده اسكندراني، لو عامله اي حاجه اقطع منها، يبقى عندي فلفل موجود في التلاجه، تمام؟ هنزل لكم كمان فيديو طريقه حفظ الخضار، ازاي تحفظيه عندك في التلاجه وما يبص لمده 15 يوم، تمام؟ جبت كمان فلفل حامي اهو، الفلفل الحامي الكيلو ب 8، جبت ربع كيلو ب 2 جنيه، دول كده ربع كيلو هم ب 2 جنيه، فلفل حامي برضو لا غنى عنه، انا بحب برضو اقطع على الخلطة بتاعت المحشي الفلفل الحامي ده، بتديني كده سبايسي، وكمان الحامي الحراق يعني بيدي حرارة للجسم فبيحرق، يخلي الجسم يحرق، فلما الجسم يحرق تاكلي بقى محشي ما تتخنيش يعني، تمام؟ فكل ما يبقى سبايسي كل ما يخليكي تحرقي اكتر، ولما تاكلي الاكل يتحرق بسرعه من الحاجه الحاميه، الحاجه السبايسي، تمام؟ جبت ده ربع كيلو عشان اقطع شويه عليها. جبت بطاطس اهي، البطاطس دي زي ما قلت لكم قبل كده، البطاطس دي انا جربتها لقيتها تحمير حلوه قوي، صباع البطاطس بيبقى مقرمش شويه، ولو طلعت منها عملت شيبسي برده بتبقى حلوه قوي، وبرده بتبقى في الصينيه بتبقى جميله يعني، ما البطاطس دي بصراحه لقيتها حلوه قوي، اللي فيها نقط حمراء دي انا قلت عليها قبل كده، بتبقى مدوره كده مش طويله وفيها نقط حمراء كده، دي الكيلو منها ب 4 جنيه. جبت 2 كيلو ونص ب 20 جنيه، تمام؟ دول كده الشنطه دي 2 كيلو ونص ب 20 جنيه، تمام؟ طيب جبت ايه تاني يا جيجي؟ بصوا بقى، بما ان انا هعمل محشي جبت شويه طماطم اسمها وش القفص، انا قلت قبل كده في طماطم بتبقى رخيصه شويه، بس ما تنقيش الطماطميه البايظه، ماشي؟ في هو بيعبي طماطم كده مستويه، دي مالناش دعوه بيها، دي بايظه دي مالناش دعوه بيها، بس بيبقى فيه برده طماطم انت بتنقي منها اهي، بصي اهي بتنقي منها وش القفص، تمام؟ بصوا انا عايزه اوريكم دي قشره، بصوا دي قشره مش بايظه، بصي دي قشره، انما الطماطم من جوه ما فيهاش حاجه، بس انا ايه قلت برده اوريكم يعني، تمام؟ كل الطماطم دي انا مش هحطها في الثلاجه بقى كده، انا هحطها دلوقتي واغسلها، تمام؟ اغسلها كويس قوي واضربها في الخلاط عشان اعمل منها صلصه المحشي، تمام؟ دي برده بصوا وش القفص دي، بس يا دوبك ايه بتتشال كده، تمام؟ والنبي عربي يعني، فانا بوريكو دي انا جبتها الكيلو منها بجنيه ونص، دي الكيلو منها، بصي فيها فتحات كده، بس كل ده هغسله دلوقتي بنقعها في ميه وخل وتبقى زي الفل، تمام؟ اهي جبت الشنطه دي كلها ب 5 جنيه، دي انا وريتها لكم اللي هي فيها الشق ده، تمام؟ جبت الشنطه دي كلها كده اهو
ب5 جنيه، تمام؟ وده زي ما قلت لك قشره، بصي قشره مش اكتر، تمام؟ وكل ده بقى كمان انا بالسكينه برضو بقى ايه بظبط حالي يعني، تمام؟ اهو بصي فيها كمان والله ناشفه حلوه، عايزه تغسل بس. بس انا دي كلها واخداها كده اهو على دي تينا، تمام؟ اهي عشان بس ما حدش يقول بتوع بابي ومامي بس، ها نعيش النبي، احنا الدنيا احنا اخر الشهر، تمام؟ فزي ما انتم شايفين كده اهو، مش عايزين نبوظ الميزانيه كده من اولها. جبت شنطه طماطم 3 كيلو ب 5 جنيه، تمام؟ بس مش بايظه، في بتبقى بايظه خالص وطريه وما تنفعش، والله العظيم بيبقى ما عندهمش ضمير وبيبيعوها وبتبقى حمضانه وحاجه يعني، استغفر الله العظيم يا رب. ببقى عايزه اقول لهم يا جماعه ما تشتروش دي يعني، انما دي انا منقيها، تمام؟ ايه دي بقى؟ الطماطم تحت الثلاجه اهي، تمام؟ طماطم الناشفه الواحده بوحدتها زي ما احنا شايفين كده اهو، اهي دي اهي، بصوا دي الأربعة كيلو ب10 جنيه اهي، طماطم زي العسل اهي. بصوا دي الأربعة كيلو اهي، الأربعة كيلو ب10، جبت 4 كيلو ب10، دي بقى ناشفه، دي لحبة السلطه للتلاجه اهي، طماطم ناشفه اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، تمام؟ دي قشره اهي، بصوا قشره، تمام؟ دي بقى ناشفه خالص، دي بقى للسلطه، تمام؟ انما انت زي ما قلت لكم كده هعمل منها سلطه المحشي، دي الاربعه كيلو ب10 جنيه. اتنين بتنجان رومي، يعني برده شويه مسقعه يعني، مش كله هيبقى لحمه لحمه يعني، بتنجان ده كله لحمه برده، كله حديد، تمام؟ تقدري برده تشويه وتعمليه بالطحينه زي ما قلت، يتعمل كده بيبقى جميل جدا وكله فوائد، بس اهم حاجه احصري عليه ليمون زي ما قلت قبل كده عشان يطلع عنصر الحديد اللي جواه، تمام؟ لازم فيتامين سي يتحط على الحديد عشان يطلع العنصر بتاع الحديد نفسه، فما تحطيش خل، حطي ليمون، تمام؟ جبتي البتنجان ده كيلو ونص ب5 جنيه، يعني كيلو ب3 جنيه ونص، كيلو ب3 جنيه ونص، جبت الكيلو ونص على بعضيهم، تمام؟ قلت شويه اعمل مسقعه وشويه اشوي بتنجانه كده وادعكها بالطحينه واحصر عليها ليمون زي ما قلت لكم، بحط كمون، ما بحط الزيت، ما بحط لا زيت ولا اي حاجه، بشويها كده على البوتاجاز، كنت انا عملتها معاكم قبل كده. جبت خضره للمحشي، الحزمه الخضره بنص جنيه زي ما قلت قبل كده، الحزمه ب50 قرش، الاثنين بجنيه، الحزمتين بجنيه، شبت، بقدونس، كزبره، اي بقى حزمتين بجنيه، تمام؟ اهم انا جبت 6 حزم دول ب3 جنيه، وفي الصيف هي بتبقى الحزمه صغيره كده، إيه ليه؟ علشان بتبقى الزرعه قليله، انما في الشتاء بتبقى الخضره كتير كتير ما شاء الله، وبتبقى موجوده بكثره يعني عشان النطره بتنطر والكلام ده كله. في ناس بتسالني انت بتجيبي الخضره منين وبتجيبي الاسعار دي منين؟ انا قلت قبل كده يا جماعه انا السوق اللي بجيب منه اسمه سوق السيده عيشه، تمام؟ عند قريب من اسم الخليفه، تمام؟ تنزلي السيده عيشه اسالي على السوق بس هتلاقيه، وهتلاقي الاسعار دي موجوده، تمام؟ وناس كتير راحت على فكره وكانت مبسوطه قوي يعني. جبت بطاطا، البطاطا كلها فيتامينات، عايزه اقول كلها فيتامينات، وانا قلت قبل كده برضو يا جماعه ان البطاطا ما بتتخنش، في ناس فاكره ان البطاطا بتتخن، هفضل اعيد وازيد في الكلام ده. البطاطا اللي بتتخن اللي انت بتقطعيها وتحطي فيها لبن وتحطي فيها سكر وتدخليها الفرن او تحطي فيها زبده، انما دي مشويه زي البطاطس المشويه، البطاطا من فصيله البطاطس، تمام؟ دي بطاطا حلوه يعني زي البطاطس الحلوه، تمام؟ فدي تشويها، تحطيها على الصاجه تتشوي من غير اي، مسلوقه بتتخن، هي مشويه بس زي البطاطس المشويه ما بتتخنش، تمام؟ ما تحطلهاش اي اضافات، تاكليها كده سخنه بالف هنا وشفا، تمام؟ هتشبعك، وكمان حاجه مليانه حاجات فيتامينات حلوه للانيميا، دي تعويض للانيميا حلوه قوي برده. كمان جبت كوسه، قلت برده احشي منها شويه اهي، الكوسه دي ب5 جنيه، انا جبتها ب5، كان في ب8 بس انا قلت لا مالها ام 5 دي، ما حلوه اهي وبتلمع وزي الفل، تمام؟ يعني مش دبلانه ومش وحشه، كان في ب8 بس انا جبت من ام 5، جبت كيلو ب5، والبطاطا زي ما قلت لكم الكيلو ب3 جنيه، جبت 2 كيلو ب6 جنيه. جبت بصل، البصل هو اللي اتجنن شويه، البصل الابيض ما لقيتوش، لقيت بصل احمر، البصل الاحمر ده ب6 جنيه ونص، وقال لي كمان ده بكره هيبقى ب7 ونص ب8 ويوصل ل10، مش عارفه ليه، بس ما علينا، انا جبته ب6 جنيه ونص زي الفل اهو، جبت كيلو ونص ب10 جنيه، تمام؟ جبت كمان نص كيلو من الجزر،
اهو احنا عارفين ان في الصيف مش اوان الجزر، الشتاء هو اوان الجزر. جبت الكيلو ب 8 جنيه، جبت نص كيلو ب 4 جنيه، دول كده نص كيلو. انا بحب الجزر على السلطه، ابشره او بحطه في الشوربه لما باجي اعمل شوربه، اي نوع شوربه بحب احط كده حته، او نعمل شويه شوربه خضار او اي حاجه، يعني لا غنى عن الجزر. او مثلا عامله صينيه سمك في الفرن بقطع فيها جزر، فانا بجيب نص كيلو، كل ما يخلص اجيب غيره عشان ما يبص، بما ان هو غالي يعني. جبت كمان خيار اهو، بصوا الخيار ده الكيلو ونص، ده بصي بيلمع ازاي زي الفل، شايفين الكيلو ونص ب 5، يعني 3 كيلو ب 10، انا جبت كيلو ونص ب 5 اهو، يعني الكيلو ب 3 جنيه ونص، كيلو الخيار ده ب 3 جنيه ونص، تمام 3 ونص الخيار، جبت كيلو ونص ب 5 جنيه. طيب جبت ايه كمان يا جيجي؟ جبت كمان ليمون اهو، جبت نص كيلو ليمون ب 2 جنيه ونص، ليمون الاصفر الحلو ده اهو، بصوا كبير وجامبو جميل ازاي. الكيلو ب 5، جبت نص كيلو بس ب 2 جنيه ونص، لان الاصفر مش بيعيش قوي في التلاجة، الاخضر اللي كان بيعيش، انما الاصفر مش بيعيش كتير، بيبوظ بسرعة. ان شاء الله هعمل لكم قريب قوي فيديو حفظ الليمون، بما ان هو سعره كويس اليومين دول، وكمان الاصفر بينزل عصير كتير، فهقول لكم ازاي نعمله ونشيله لمدة سنة كاملة وما يحصلوش اي حاجة، علشان ودعم بقى لاستغلال الاسعار، استغلال التجار. تعالوا بقى شوفوا انا جبت خزين ايه كمان للشهر. شوفوا انا جبت اللي هو دي اطيب ده، تمام اهو. ده لقيته كان عاملين عليه عرض كده، كان في زي كده اللي هو بيبيع البقوليات ده، تمام، كان عامل عليه عرض ب 6 جنيه ونص، جبت كيسين اهم اللي هو الاطياب ده، جبت كيسين، انا لا غنى عن الدقيق في البيت طبعا، لا غنى عنه. جبت نص كيلو مكرونه اقلام اهي، مكرونه فرن يعني، اقلام او فرن. الكيلو المكرونه ب 6 جنيه ونص، جبت نص كيلو. جبت نص كيلو كمان لسان عصفور، برضو الكيلو ب 6 جنيه ونص. جبت كمان نص كيلو مكرونه من الصغيره دي، لاني قررت اعمل شويه ده ايه، شويه كشري، تمام. فالكشري عايز ايه؟ عايز عدس بجبه، عايز شعريه، جبت كيلو من الشعريه، كيلو شعريه ب 6 جنيه ونص. جبت العدس الكيلو ب 12 جنيه، جبت ربع ب 3 جنيه. اي نوع مكرونه كيلو ب 6 ونص، جبت نص من دي ونص شعريه، وجبت ربع من ده. جبت كمان، جبت ترمس، ترمس عايزه اقول لكم كله فيتامينات، فيتامينات ومش بيتخن برضه، جبت كيلو نصين، نصين ترمس. اعمل لي كده لولادك، مش لازم يكون في عيد عشان اعمل الترمس ده، تمام. الكيلو ب 20، ماشي، جبت نص ونص، النص ده بيقعد كتير قوي. وينفعك كمان على فكره طول الشتاء، طول الشتاء اما الولاد تجوع، التسالي بتاعتك ياكلوا ترمس، عايزه اقول لك قيمته الغذائيه عاليه جدا جدا، وبيرفع جهاز المناعه بطريقه رهيبه، وكمان يحميهم من اي امراض طول الشتاء، يعني ربنا يبعد عن اي حد امراض يا رب. فبيقوي جهاز المناعه، ومنه بيديهم حيويه كده ونشاط، ومنه بيقزقزوه بيشبع، يعني كمان ما يحسوش ان هم عايزين ياكلوا كتير، تمام. فالترمس الكيلو ب 10، جبت 2 كيلو بايه؟ جبت نص ونص، يبقى كيلو ب 20 جنيه. جبت كمان فول مدشوش، لاني قررت برضو اعمل لكم فيديو الطعميه، هنعمل طعميه في البيت، او نعمل كمان غير الطعميه هنعمل كمان شويه بصاره الشهر ده، بصوا هاشفركم اخر اشفره، هعمل لكم شويه اكلات اقتصاديه، بس ايه، من مسقعه لبطاطس مهروسه لطعميه لبصاره، بصوا هظبطكم يعني. الكشري نسينا الكشري برضه. المهم ايه، ده فول مدشوش، فول مدشوش الكيلو ب 16 تقريبا، 16 يعني، بس انا خدت حاجات كتير مش عارفه، ب 16 يا ب 20 يعني، المهم ده نص كيلو يعني، تمام، مش عارفه بقى يا ب 16 يا ب 20، حاجه زي كده، انا ما خدتش بالي قوي. جبت ربع كيلو لوبيا اهو، جبت ربع لوبيا بلدي اهي، معين سودة اللي بيقولوا عليها. جبت ربع لوبيا، الربع ده عامل كام؟ عامل 7 جنيه ونص تقريبا، او 8 جنيه، يعني الكيلو تقريبا ب 32 جنيه. جبت كمان عدس اصفر، هعمل لكم عدس، انا هشهيصكم اكل
اكل كحرطه يعني الشهر ده، يعني اصبروا عليا، اصل انا ضيعت الميزانيه بيني وبينكم. هبقى اقول لكم بقى، اصل انا اشتريت مشتريات كده فخدت بصراحه الفلوس فضيعتها، فبيني وبينكم يعني حتى النور ما عجبوش قفل. فيعني بصوا عدس بقى وبصاره بقى هشهيصكوا يعني. بصوا مفيش بقى بعد كده. وما تنسوش بقى احلى حاجه بقى الفطار والعشاء بقى، فول نابت وفول تدميس. يعني بصوا العدس الاصفر ب 14 جنيه، انا عارفه تضحكوا عليا، انا عارفه. ماشي ماشي، ده فول بقى تدميس بس صغير، الحبايه الصغيره دي قلت اجربها، جبت نص كيلو. الفول التدميس ده اللي هو المستورد مش المصري، المستورد ده الكيلو بصوا انا بصراحه لقيته ب 12 جنيه، يعني فانا جبت نص ب 6 جنيه، وقلت اما اجرب. انا عارفه ان الفول ب 30 جنيه، لقيت دي بقى حبايه صغننه كده ومدعبسه كده صغننه، قلت اجربها على قد فلوسها، مفيش حاجه هتقول لا. بس برضو ايه التسالي، ما نسيتش التسالي، من ترمس لدورة فيشار كمان، يعني بص هيلاقوا تسالي يعني هيلاقوا تسالي. دورة الفيشار الكيلو ب 14 جنيه، جبت نص كيلو ب 7 جنيه. طبعا نص كيلو ده بص يعمل سبوع يعني، ماشي، نص كيلو ده بيعمل سبوع، بيعمل فرح. جبت رز لان انا ما كانش عندي رز، انا بحب استعمل رز الساعة ده يا جماعة، على فكرة جربته طلع حلو قوي زيه زي الضحى. بكام جبته؟ جبته الكيلو ب 11 جنيه ونص. تمام، جبت 3 كيلو رز نضيف قوي قوي، على فكرة عايزة تاكلي احلى محشي ويظبط معاكي حطي فيه رز نضيف، اوعى حد يضحك عليكو ويقولك عندك رز تعبانة او رز مكسرة دخليها في المحشي، تمام، بيطلع معجن وبيطلع طعمه مش حلو وبيطلع كله، اديله رز نضيفه تاكلي احلى شويه محشي. دول كده جبت 3 كيلو زي ما قلت لكم، كيلو ب 6 جنيه ونص، ب 11 جنيه ونص. فين ايام ابو 6 جنيه ونص؟ احلى 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 رز فين؟ مش عارفه. جبت ربع كيلو شاي، شاي الاسره السعيده ده انا جربته قبل كده لقيته حلو، جبت ربع تاني، الربع ده ب 20 جنيه. تمام، جبت كمان لزوم الخزين ازازتين زيت، جبت الزيت ده زيت غالية ده، انا لقيت الازازة بصراحة دي لتر ب 15 جنيه، جبت 2 لتر ب 30 جنيه اهم. تمام، جبت ازازة خل، ازازة خل دي جبتها ب 6 جنيه ونص، فودي دي ولا فودي. تمام، فدي بقى كانت مشتريات النهاردة، اتمنى لو عجبكم الفيديو حطوا لايك كتير كتير للفيديو، واشوفكم بقى في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، وباي باي حبايب قلبي جيجي، مع السلامة.